السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي وصديقاتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة بإذن الله. جيتكم اليوم بوصفة حلوة، الله يحلي أيامنا وأيامكم إن شاء الله، اللي هي البسبوسة. وصفة هايلة خفيفة ظريفة وتجيكم ما شاء الله ومقادير مضبوطة. بلا ما نطول عليكم نجوزوا على بركة الله. المقادير نسحقوا نص كاس حليب، ونسحقوا كاس ناقص إصبع زيت، نسحقوا كاس غير ربع، ولا اللي ما تحبهاش حلوة بزاف ديال نص كاس تاع سكر يكفيها باسكو هي معسلة. نسحقوا كاس معمر تاع سميد متوسط، وكاس فارينة، كاس نوات كوكو. نسحقوا 5 حبات بيض، قرصة أو رشة تاع ملح، مغرفة لافاني، نسحقوا 2 خميرات الحلويات. بلا ما نطول عليكم حبيباتي ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. هكذا في ان ريسيبيون قياتي راني كسرت البيض ديالي، ندير عليه هذاك السكر، قلنا كاس غير ربع سكر، وندير لافاني والقريصة تاع الملح، ونخلط غير بالفو، يعني ما تحتاجش باتور ولا حاجه كبيره، بالفو يكفينا. نخلطوها مليح هكذا. بعد ما خلطنا الخليط ديالنا مليح وداب معنا هذاك السكر، نجي لهنا نفرغ هذاك الزيت ونفرغ الحليب. يعني كيفيه سهله تتحضر في وقفه. كيف نزيد نخلطهم مليح مليح، لهنا نجي نضيف سميد، كاس قلنا سميد متوسط، وكاس فارينة، وكاس نواه كوكو، نخلطهم كامل. شوفوا ما شاء الله جات سوا سوا، يعني قلت لكم مقادير مضبوطه. في هذه المرحله نضيف هنايا هذوك 2 باكيات تاع فاليكو، هكذا نخلطهم. هكذا البنات شوفوا القوام ديالها ما شاء الله. في هذه المرحله قياتي انا نغطيها بابي فيلم ونخليها تريح 10 دقائق. الصوالح السائله كيما البسبوسه والمسكوتشو والمادلين، يعني الصوالح الخفيفه العجينه السائله، جامي طيبوها تمتم. لازم تريح هذيك 10 دقائق ولا ربع ساعه ولا حتى نص ساعه، وقد ما تريح مليح باش تتفاعل الخميره ديالنا مليح وتطلع معنا الفور ما شاء الله. المهم خياتي انا نغطيها ونحطها بجهه، نشعل الفور ديالي على نار متوسطه، ومن بعد نجوزو نديروها طيب. هكذا البنات بعد ما ريحت معنا لاباط ديالنا تاع البسبوسه، انا لهنا السنيوه جيت دهنتها بالزيت ورشيت عليها رشه فارينه، ونجي نفرغ الخليط ديالي. هكذا بعد ما فرغتها كامل خبطها بهذه الكيفية باش يجي سطح متساوي. هكذا أنا درك ندخلها للفرن، نجوز معكم نوجدو الشربات ديالنا كيف كيف. أول شيء نديرو هو السكر، عندنا 2 كيسان تاع سكر، ب4 كيسان ماء. هذا الكاس الرابع نحط لهم لهنا اون ترونش تاع القارص، نحطوها فوق النار ونحسبوا بعد ما تبدا تغلي 10 دقائق ونطفو عليها. نروح نديرها طيب ونخلي البسبوسه ديالي طيب ونتلاقاو من بعد. هاي لك حبيباتي البسبوسه ديالنا بعد ما طابت، انا شدت لي في الفرن 45 دقيقه على نار متوسطه قريب رايحه للقليله،
ومن بعد كي شفتها طلعت معايا زدت نقصت لها على نار هادية وخليتها طابت في غرضها. قلت لكم شدت لي 45 دقيقة وزدت حمرتها واحد 5 دقائق من الفوق ولهنا بيد ما هي راهي سخونة الشربات ديالنا راهي دافية برك. نشربها بها هكذا 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 حبيباتي. نخليها تتشرب كامل هذيك الشربات ديالها ومن بعد نلقاها في طبق تقديم بإذن الله. هاني وليت لكم حبيباتي بعد ما شربت البسبوسة ديالنا وخليتها الوقت الكافي اللي تشربت فيه كامل هذيك الشربات ديالنا. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. درتها لهنايا في الكيسات جات تحفة لضيافكم والمناسباتكم لسهراتكم الرمضانية بزاف مناسبات. انا لهنا تعمدت نخليها لكم هكذا بلا الكيسات باش تشوفوا كيفاش خرجت. شوفوا كيفاش جات عالية ما شاء الله جات خفيفة خفيفة وهشة. عندي ما نقول لكم هاني قلت لكم واحدة لهنا نقسمها تشوفوها قدامكم. شوفوا خفيفة وهشيشة ورطبة. شوفوا تشربت كامل هذيك العسيلة او الشربات ديالها جات روعة. هذه هي حبيباتي نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتدعوا لي دعوة خير. كاين بزاف وصفات تاع البسبوسة ان شاء الله كل مرة نبارطاجي معكم وصفة باذن الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير. ما تبخلونيش حبيباتي بجيم وكومونتير وبارطاجي صحاباتكم وحباباتكم. واللي مشي مشتركه معنا في القناه تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد. الى وصفه قادمه وطبق قادم باذن الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.